Hello everybody. مرحبا بكم جميعا. أتمنى أن يكون الجميع بأتم الصحة والعافية. اليوم هندرس درس صراحة طلبه الكثير، وأنا شخصيا أعرف أنه طلاب المدارس، طلاب الجامعات، طلاب المعاهد اللي بيدرسوا التوبل، اللي بيدرسوا الآيلتس، متعب لهم جدا الزمن البريزنت بيرفكت، وهو ما يعني المضارع التام. متعبهم ليش يا أستاذ مراد؟ لأسباب كثيرة، منها أنه أيضاً أنه مش موجود تقريباً ما يرادفه من زمن في اللغة العربية، مش مفهوم أيضاً بسبب أنه غير مستخدم. عندما تتكلم في دول عربية مع عرب أو مع بديدهم ما بيستخدموش present perfect، عادة بيستخدموا present simple continuous past future، يعني يا I am playing، الآن بلعب، I play every day، I played، I will play، هذا اللي هو المستخدم عندهم بكثرة. لا يتطرق الكثير من الطلاب للبريزنت بيرفكت لأنهم لا يدركون المعنى الأساسي أو استخداماته الأساسية. ولذلك اللي زاد الطين بلة أو الموضوع صعوبة إنه البريزنت بيرفكت ليس له استخدام واحد، له ما يقارب تقريبا 6 استخدامات. وهناك يعني مشكلة طبعا، أنا عندما تدرسني انت استخدام واحد للبريزنت بيرفكت، ثم انا اجد انه في شخص بيتكلم بنوع اخر، واحد بيتكلم بنوع اخر، اجد في كتاب قواعد نوع اخر، فمن الطبيعي ان انا اتوه واترك الموضوع واطنشه، وهذا اللي هو حاصل. طب انا خطتي لدراسه البريزنت بيرفكت انها اسويها بسلسله، مش سلسله طويله، لا، سلسله. انا اول شيء هشرح البريزنت بيرفكت بشكل عام، ما هو البريزنت بيرفكت بشكل عام، ثم في فيديوهات اخرى هتكون الاستخدامات تبعه اللي اتكلمنا عليها السته، اللي هي كيف يستخدم البريزنت بيرفكت. خد بالك في فرق ما بين بريزنت بيرفكت وفي فرق ما بين بريزنت بيرفكت كونتينيوس، وهذا هيكون له درس اخر. طيب تعال نشوف ما معنى بريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام. احنا زينا يعني زي اي قاعدة، انا دايما بأشرح لطلابي انه اي قاعدة في اللغة الانجليزية تدرسها هتركز على ايش؟ على 4 نقاط. ما هو؟ قانون، الرول، من اي زمن، لانه مش هتجد الفرق وتعرف تميز ما بين الازمنة الا بالرول، بالقانون. هذا تضيف له اس، هذا تضيف له اي ان جي، القانون تبع القاعدة هذه تقول تضيف له اي دي حتى يصبح ماضي، القانون هنا يقول كذا، وانت تتبع القانون، لانه لا هو من عقلي ولا من عقلك، يعني هو الموضوع احنا بنتبع قاعده معينه هي يعني بتنص على هذا الموضوع. لازم تركز على القانون وكيف تكون جمله منه، وسؤال ونفي، question ونيجاتيف واكزامبل اللي هو مثال. لازم من اي زمن اذا اردت انك تتاكد وتطمن انك انت فاهم هذا الزمن، خلاص انا كده فهمته، كون جمله منه، حول جملتك الى سؤال، حول نفس الجمله تبعك الى نفي واستخدمها. عرفت تكون جمل ونفس سؤال ونفي تستخدم بشكل صحيح، فانت كذا 100%. انا اليوم مش هذكر الاستخدام، زي ما قلنا الاستخدام هنذكره في فيديوهات اخرى عشان ما نخلط الامور معك. احد اكبر المشاكل من خبرتي في التدريس في ان الطالب ما بيفهم انهم بيخلطوا له اكثر من درس في ان واحد. طيب تعالوا نشوف الرول، قانون البريزنت بيرفكت ايش بيقول. القانون يقول انت تضع السبجكت، السبجكت نحن نعرف انه هو الاي، اما يكون اي او الهي والشي او الات، يو، انت، ذي، هم، وي، نحن، هذا تضعهم في البدايه وهذا متفق عليه. يعني دائما انا اقول اي جمله تبداها بسبجكت، ثم تاتي اما الهاف واما الهاز، واعتقد انكم تعرفوا انه الهاز مع الهي او الشي أو الإت، أما البقية الآي واليو والذي والوي تأتي مع الهاف. متفقين؟ يأتي مباشرة بعدهم، مباشرة يأتي الفعل لكن يكون في حالة التصريف الثالث. أنا نزلت مقطع وشرحت فيه التصريفات، التصريف الأول والثاني والثالث، وهعيد على شكل سريع. هناك 3 أشكال لأي فعل في اللغة الإنجليزية، 3 أشكال. الشكل الأول يكون في الانفينيتيف، في المصدر، أو في البريزنت، في المضارع، يعني معناته الفعل ما فيش عليه أي إضافات، لا اي ان جي المصدر، يعني معناته الفعل بدون أي إضافات، لا اي ان جي، لا اي دي، لا اس، لا اي ار، لا ولا شيء، يكون يعني لسه مولود الفعل فولد على هذه الهيئة.
طيب وتكلمت انا معكم انه من المضارع ايضا ياتي فيه ماضي وفي تصريف ثالث، وتحدثت انه الافعال هذه ممكن تحولها الى ماضي بطريقتين، اما يكون فعل منتظم يعني تضيف للفعل اي دي فيصبح كلين ينظف، كليند نظف، فيكس يصلح، فيكس اصلح، اصلح السياره او اي شيء. تقريبا كل الافعال بهذا الشكل اذا اردت انك تحولها الى ماضي تضيف فقط الاي دي للفعل فيصبح ماضي ونسميها منتظمه لانها منتظمه على هذا القانون. وقلنا هناك افعال شاذه اي شذت او اختلفت غير منتظمه لم تنتظم على القانون اي لا يتم اضافه الاي دي كما في الافعال السابقه. مثل الجو الماضي منها مثلا وينت والتصريف الثالث منها جن وسي سو سي يذهب ذهب ذهب سي يرى رأى رأى ايت يأكل ايت أكل ايت هنا مثل يعني الساعة 8 نفس رقم 8 ايتين تصريف ثالث أكل أيضا سيل يبيع سولد باع سولد باع تيك يأخذ توك أخذ تيكن أخذ كم يأتي كيم أتى كم أتى فايند يجد فاوند وجد فاوند وجد هيت يضرب وتلاحظ انه الهيت والكت والبوت اللي هو يضرب ويقطع ويضع تقريبا نفس الشكل هيت 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 كت 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 بوت 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 يعني يضرب ضرب ضرب يقطع قطع قطع يضع وضع وضع. طيب احنا الان في درس البريزنت بيرفكت بس انا اعدت تقريبا التصريفات وموضوعها اللي كان يشتبك مع بعض الناس ويتخربط فيه. احنا اللي يهمنا في الموضوع هذا ليس العمود الاول ولا الثاني، لانه العمود الاول في يستخدم اما في المضارع البسيط بريزنت سمبل وممكن تضيف له اس بعد الهي والشي والي، او اما تضيف للعمود الاول اي ان جي فيصبح بريزنت كونتينيوس اي مضارع مستمر ويحصل الان. والعمود الثاني بنستخدمه للماضي للباست سمبل وانا نزلت مقطع على الماضي. احنا اللي يهمنا هذا التصريف الثالث واللي انا تكلمت عليه انه هذا هو يستخدم مع البريزنت بيرفكت ويكون دائما بعد الهاف او الهاز. واحد بيقول يعني انت قصدك يا استاذ مراد انه اي فعل ياتي بعد الهاف او الهاز يكون دائما في التصريف الثالث؟ كلامك صحيح. هي هذه القاعده. يعني اذا اردت ان تقول انا اكلت زي ما انا كتبت هنا. اي ولا يو هاف مش ايت ولا ايت دائما ايتن. يعني حتى بتجيب طلاب المدارس والاختبارات والاشياء دائما بيعطوهم انه اختار يعني هاف ايت ولا ايت ولا ايتن سيل ولا سول انت بتختار دائما التصريف الثالث. طيب هننتقل الى نقطه اخرى، يعني انا حابب برضو اعرف السؤال من هذا الموضوع، هل هو نفس القانون اللي انت كلمتنا عليه قبل كده انه السؤال في اللغة الإنجليزية بنعكس؟ بالضبط هو نفس القانون بتعكس، يعني مثلا you have eaten lunch أنت أكلت الغداء فهتصير نفسها have you، يعني بتعكس هنا شوف أهو have you eaten lunch وتحط علامة الاستفهام. طب والنفي؟ النفي أيضا بعد الهاف أو الهاز هنضيف إيش؟ هنضيف not. النوت دائما يعني حطها في بالك ان هي لا توضع الا بعد افعال مساعده. يعني بعض الطلاب بيحط لي النوت بعد السابجكت يقول لك اي نوت. انا لا اعرف انت بتنفي ايش؟ ما هو انت يا اما تقول اي ام نوت فجاءت النوت بعد الام. اي هاف نوت نفيت لي الهاف. اي واز نوت انا لم اكن نفيت الواز. اي كان نوت انا لا استطيع انت نفيت لي الكان. اي ويل نوت انا سوف لن انت بتنفي لي الويل. انت بتحط النوت على مزاجك ليه؟ كثير من الطلاب اشوفهم بيحط هي نوت، يا عمي انت بتنفي ايه؟ يعني النوت هذه بتنفي ايش؟ البعض يقول لك ما هي النوت مش معناتها مش او ليس، هو ليس متزوج، لا يا حبيبي لا الموضوع مش كده. النوت لازم توضع بعد فعل مساعد عشان اعرف انت بتنفي ايش؟ بتنفي الاز ولا الار ولا الهاف ولا الهاز ولا الكان ولا الويل. اي ويل انا سوف، اي ويل نوت انت نفيت الحين انا سوف لن. اي كان اي كان نوت. هذه بس ملاحظه بسيطه. طيب هنا نفينا ايضا يو هاف نوت ايتن لانش. الملاحظ وحطيته انا باللون الاخضر انه الفعل
يظل في التصريف الثالث في الجملة والسؤال والنفي. أعيد، يعني أنت الآن لما بتكون جملة قلنا نضع بعد الهاف أو الهاز إيش؟ تصريف ثالث، مثل مثلا she has ونختار تصريف ثالث gun ولا eaten ولا seen ولا sold. نقول مثلا هي باعت سيارتها، فنقول ايش هنختار؟ sold مثلا her car سيارتها. السؤال منها هتكون has she، ويظل الفعل في التصريف الثالث. إن فيها إن في كلمة she أو جملة she has not sold، إذا يظل الفعل في التصريف الثالث جملة وسؤال ونفي. وهذه من الأشياء اللي بيغلط فيها الطلاب. واحد يقول بس أنا أتذكر في البريزنت سيمبل أنت بتشيل الإس. صحيح، هذا كان المضارع البسيط، كل قاعدة لها قانون. في المضارع المستمر مثلا اللي هو الـ ING يظل في الجملة والسؤال والنفي. He is cooking، السؤال is he cooking، في النفي he is not cooking. لكن في الماضي مثلا ينشال الـ ED، ينشال يعني she cooked، هي طبخت، did she cook بدون ED، والنفي she didn't cook. أما في الويل في المستقبل فالفعل يظل في كل الأحوال، يعني في الجملة والسؤال والنفي وزي ما هو ما بيتغير. نرجع لموضوعنا وناخذ مثال آخر عشان نتأكد إنه أنتوا استوعبتوا الموضوع. They have cleaned the room. خذ بالك إنه في ED أصلها cleaned. تمام؟ هي نظفت الغرفة. السؤال منها كالمعتاد نعكس، لكن يظل الفعل في التصريف الثالث جملة وسؤال ونفي. Have they cleaned the room؟ هل هم نظفوا الغرفة؟ They have not. نضيف هنا not. They have not cleaned the room. هم لم ينظفوا الغرفة. هتحتاج إنك أنت تكون جملة وسؤال ونفي عدة جمل. مثلاً she has come. هي جاءت. Has she come؟ مثلاً من المدرسة from school. She has not come. مثال آخر. عبد الله has found وجد أو والد محفظة. عبد الله has found أو والد. السؤال منا has عبد الله found أو والد؟ النفي عبد الله has not found أو والد. مثال أكثر وأكثر أنت محتاج إليه لأنه أنت لازم تطبق، والتطبيق عادة بعض الطلاب يفكروا أنه تطبيق فقط في المحادثة. لا، أنت ابدأ تطبق كتابة لحد ما تثبت في دماغك وعقلك، وبعد كذا هتشوفها انه بدأت تسهل معك في المحادثة. العملية ليست فقط تطبيق حوار، صحيح نحتاج الحوار المحادثة، ولكن ابدأ أول شيء بالكتابة. والحقيقة يعني خلوني أوضح هذه النقطة على عجالة. كثير من الشركات ومدراء الشركات في الانترفيو أو الأجانب اللي هو النيتيف سبيكر والمحادثين المصريين بيقيموا الشخص اللي بيستخدم present perfect انه هو شخص كويس وانه لغته كويسه، اما انه درس برا دولته دوله اوروبيه او امريكيه او السودان بريطانيا استراليا، او انه درس على الاقل مع مدرسين هاي كواليفايد يعني مؤهلين بشكل عالي. فلذلك استخدام البيرسون بيرفكت مهم بصراحه. اتمنى ان يكون الدرس اليوم استوعبتوه فهمتوه، اعيده بشكل مختصر وبسيط، ودائما انت تستخدم البساطه عشان تعرف تمشي مع الموضوع كويس. احنا معانا قانون البريزنت بيرفكت انه نجيب السبجكت في الاول اي في وشي وات يو ذي وي، ثم ياتي بعدهم الهاف والهاز، ثم ياتي الفعل دائما يكون في التصريف الثالث، ثم الاوبجكت. واخذنا اكزامبلز امثله عليها وتكلمنا على التصريفات ان الفعل له ثلاثه تصريفات، الاول والثاني والثالث. دائما ياتي بعد الهاف والهاز ياتي التصريف الثالث. وتحدثنا انه الفعل له شكلين، اما يكون فعل منتظم ياخذ اي دي او فعل شاذ وعليك ان تحفظهم، وهم تقريبا بحد 120 130 زاد او نقص بحاجه بسيطه. ولابد ان تمارس هذه العمليه كتابه ثم عندما تتحدث. هننزل مقاطع اخرى لاستخدامات البريزنت بيرفكت المختلفه، وان شاء الله هنزلها قريب. ثانك يو فيري ماتش، جود لك. لا تنسوا الاشتراك وشيروا مع زملائكم وخليهم يستفيدوا. Thank you very much. Good luck.
Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد. ودرس اليوم مرتبط بالدرس الذي يسبقه وهو الـ Present Perfect، وتتبع سلسلة Present Perfect اللي هو الدرس الآخر Uses، استخدامات الـ Present Perfect. نحن تحدثنا إنه الـ Present Perfect له عدة استخدامات وهندرسها بالتدريج عشان لا تحصل عندكم خلط. اليوم هندرس ثلاثة استخدامات للـ Present Perfect، ممكن تستخدم مع Just و Yet و Already. طبعا أنا سبق وشرحت الفيديو السابق الذي يسبق هذا المقطع وهو الـ Present Perfect 1 اللي هو أول حاجة Present Perfect. أنا شرحت فقط ما معنى الـ Present Perfect، يعني كقانون وجمل وسؤال ونفي، ونحن بنستخدم بعد الهاف والهاز التصريف الثالث، ويظل الفعل في التصريف الثالث جملة وسؤال ونفي، واخذنا عليها عدة أمثلة ووضحنا هذه النقاط. وتحدثت انه اغلب الناس لا يعني او كثير من الطلاب بالذات في الدول العربية ما بيفهموا الـ Present Perfect بشكل جيد بسبب عدة استخدامات المتعددة، فهو يدرس Present Perfect مع مدرس أو يفهمه من كتاب أو يفهمه من يوتيوب أو من أي مكان، ولكن هو يفهم استخدام واحد، ثم يأتي استخدام ثاني فتتخربط عليه الأمور، ثم يأتي إلى الثالث والرابع والخامس فيجد أنه هو في حالة توهان ويفضل عدم فهم هذا الدرس أصلاً، وهو للأسف إنه هو مهم ويدخل في التوبل والآيلتس والسبيكينج. وتحدثت أيضا إنه هو يتم يعني تقييمه من قبل الانترفيور المقابلين سواء في التوبل أو الآيلتس أو الأجانب أو في الشركات أو أي شخص، يعني أنا بتكلم معك وبسمعك بتستخدم Present Perfect بشكل كويس حقيقة. يعني أنا شخصيا لما أسمع يعني ونادرا يعني ما كنت أسمع شخص عربي يستخدم Present Perfect في حواراته، دائما زي ما قلنا بيستخدموا فقط الاربع الازمنه Present Simple Continuous Past Future. هي جيده كويسه بس احنا نقيمه ان هذا الطالب او ان هذا الشخص لغته يعني على قد يعني حاجه بسيطه. عندما دائما بيستخدم واحد Present Perfect بنتوقع اما انه درس عفوا اما انه درس خارج يعني البلاد العربيه مثلا، اما مع امريكيين بريطانيين، لانه للاسف اكثر ما بوضح هذه النقاط هم مدرسين النيتف اللي هم مدرسين امريكان بريطانيين بشكل دقيق يعني. اما في الدول العربيه انا شخصيا نادر جدا ما كنت بسمع شخص بيستخدم Present Perfect بشكل صحيح، وهندخل في الموضوع بدون ما نطول. طيب احنا قلنا انه هناك عده استخدامات لل Present Perfect. انا حابك تركز معي كده وتصحصح وتستخدم لي التخيل نحتاجه في هذا الموضوع. تخيل يا استاذ مراد احنا رايحين فين؟ لا احنا مش نتخيل حاجات صعبه، ولكن نتخيل ما يقاربها باللغه العربيه. يعني افضل شيء عشان اشرح لك انا كيف تستخدم Present Perfect هنشرح كيف انت بتستخدم زي نفس اللغه العربيه. يعني مثلا عندك الاستخدام الاول Just. Just ايش معناتها؟ Just لها معنيين، يعني في معنى Just معنى فقط، تمام؟ مثل I am just kidding، انا فقط بمزح، او لما بتروح سوبر ماركت تقول له مثلا اعطيني give me just two، فقط اثنين. بس مش هنا المعنى اللي بنتكلم عليه. هنا الجست لما تاتي مع الهاف والهاز في Present Perfect معناتها للتو، يعني a short time ago، منذ وقت قصير مضى. A short time وقت قصير، ago مضى، منذ وقت قصير مضى. طيب يعني مش فاهم يا استاذ مراد. شوف من اشهر استخدامات Present Perfect اللي انا بشرحها اليوم، اول استخدام ان عندما تتكلم على شيء حدث للتو وحاصل لسه منتهي، يعني انتهى يا استاذ مراد، ايوه لازم يكون انتهى، يعني في فرق انه يكون انتهى طبعا، بس لذلك ركز بس على كلامي للمستقبل بعدين هشرح لك. لازم يكون الفعل هذا انتهى، يعني مثلا انت هنا نقول I have just seen علي، انا رايت علي، خلاص انت شفت علي وانتهى الموضوع. وتحدثنا انه واحد بيقول ايش معنى I have just seen علي، فنقول ترجمتها انا رايت علي. واحد بيقول طيب
أنا يعرف أيضا أنه أنا رأيت علي هذه الجملة I saw علي، صح ولا لا؟ معلش يعني واحد يقول خذني حبة حبة، أنا باخذك حبة حبة ولازم أحط نفسي مكانك، أنا معاك يعني في هذا الموضوع. أنا رأيت علي هذا أمس أو قبل أسبوع أو قبل شهر أو قبل سنة، وهذا في الباست سيمبل، والباست سيمبل له استخدامات في الماضي البعيد اللي ليس له علاقة بالآن. لكن I have just seen علي، هذه هم يستخدموها البريطانيين الأمريكان للشيء اللي هم يشعروا كشعور انه لسه يعني لسه قبل شويه يعني لسه للتو، فجت كلمه للتو جاست معناتها للتو يعني يعني قبل حاجه فتره بسيطه، فكانت من استخدامات البريزنت بيرفكت انك تستخدم البريزنت بيرفكت للاشياء التي حصلت للتو منذ وقت قصير. مثال اخر، واحد جاء قال لك مثلا تفضل جاي يعزمك على اكل، يس Would you like something to eat؟ جايب لك كيك، جايب لك أي أكلة، فأنت حاب تقول له لا والله شكرا أنا لسه واكل، أنا لسه أكلت، أنا للتوي أكلت منذ يعني، فتقول إيش؟ I have just، وتجيب التصريف الثالث من eat، eat ate eaten، I've just eaten، thank you، I have just eaten، والله شكرا جزيلا أنا لسه واكل، يعني يا أستاذ مراد I have just eaten يعني تعني أنا لسه واكل بالضبط. طيب معليش برضو كلمة I ate أنا أكلت، لا أنا أكلت هذه ما تقولها قبل شوية، هتقولها أمس قبل أسبوع، فأنت مثلا هذه الجملة تستخدمها تقول I ate lunch yesterday with my family، أنا أكلت الغداء مع عائلتي أمس، لكن أنت الشعور اللي حاب تقوله إنه والله لسه يعني قبل فترة بسيطة للتو منذ وقت قليل. إذا الاستخدام الأول present perfect هو للشيء اللي أنت حاب توصل معلومات للآخرين إن لسه أنت عملته أو يعني أنهيته. مثال آخر عشان توصل المعلومات أكثر، الأمثلة تكون هي أكثر شيء توضح لك. واحد يقول Where is Tom؟ أين هو توم؟ فالثاني بيقول له He has just gone، والله لسه ماشي. شوف هي أصلها go wind gun صح؟ فهو هنا gun جاءت التصريف الثالث بعد الهاب والهاز زي ما تكلمنا في المقطع السابق. فواحد بيقول والله لسه ماشي. طب واحد يقول وليش ما قلناش wind؟ يعني مثلا wind، ليش ما استخدمناش هي wind؟ زي ما قلت لك wind ماضي، والماضي له استخدام آخر. الwind يجي مع yesterday، last week، last month، last year قبل أسبوع، شهر، سنة. لكن هنا أنتوا لو تلاحظوا على يعني جو المحادثة زي ما انت بتكلم وين علي؟ والله لسه ماشي، لسه ماشي اهو هي جلسة. اذا من احد استخدامات البريزنت بيرفكت انك تقول للتو حصل هذا الشيء. لذلك حتى لما تلاحظوا في الافلام الامريكية او لو تتعاملوا مع امريكان بريطانيين بتلاحظ انه مثلا هو بيجي يدور على مثلا شخص معين مثلا اسمه جون، فبيجي مثلا يقول لك اكسكيوز مي هاف يو سين جون؟ هو ما بيسألك على did you see John yesterday؟ شوف did you، واحد يقول أي أنا نفسي أفهم، ليش ما قالش did you see John؟ معلش يا صبرا، did you أنا قلت لك، إذا يسألك على أمس وقبل أسبوع وقبل شهر، لكن إذا هو بيسأل على قبل شوية يعني جون كان هنا وما حصلنا يعني الرجل هذا ما أدري فين اختفى، excuse me have you seen John؟ فأنت بتقول نعم أنا شفته، yes I have just seen him، يعني لسه شايفه I've just seen him. Maybe he's in the bathroom. I'm not sure. مش متأكد. زي كذا. أتمنى تكون النوع الأول من الاستخدام present perfect أصبحت واضحة وهو الشيء اللي حصل للتو. النوع الثاني هو اليت. تستخدم present perfect مع كلمة يت. واحد يقول إيش معنى يت؟ Until now حتى الآن. يعني برضو مش فاهم. يعني باللغة العربية الفصحى زي ما نقول احنا في اللغة العربية الفصحى ألم تنتهي من الكتابة بعد؟ بعد هي هذه. يعني باللغة العامية أنت ما انتهيت لحد الآن؟ Until now؟ لحد الآن؟ فهمت ليش هم كاتبينها Until now؟ يعني ليش كتبت لك يا أنا بهذا الشكل؟ واحد يقول بس برضو كده أحس أنا هقول لك. مش أنت كثير في اللغة العربية بنستخدم هذا الأسلوب من التعابير؟ ولسه عبد الله ما وصل لحد الان يا اخي اتاخر
والله لسه ما وصل لحد الان، لا حول الله. يعني نفس الموضوع هذا او التعبير اللي حتستخدمه، هم لسه ما صلحوا التلفزيون لحد الان؟ لا والله لسه ما صلحوه لحد الان. هو هذا يت. اذا اردت ان تستخدم هذه التعابير، الم تنتهي من الاختبارات بعد؟ الم طبعا الموضوع له شكل باللغه العربيه الفصحى ولو شكل باللغه العاميه. في اللغه العربيه الفصحى، الم تقابل المديره بعد؟ لا لم اقابل المديره بعد. الم تسافر بعد؟ لا والله لم اسافر بعد. واحد اتصل لك، انت لسه ما سافرتش لحد الان، لحد دلوقتي بالمصر. نفس القصه او نفس الموضوع. تعال نشوف الامثله. واحد بيقول بيسال has احمد arrived yet؟ arrived يصل، فالتصريف منها arrived arrived، احنا نقولها دائما الفعل يكون في التصريف الثالث arrived. الم يصل احمد بعد؟ يعني لسه ما وصل until now لحد الان؟ فالثاني يقول no he hasn't arrived yet، لا لم ينتهي بعد. اليد دائما عاده يستخدم مع الكويشن والنيجاتيف، يعني ما بيجيش في الجمل. هتقول عيد عيد، انا والله مركز معك في الموضوع الاخر. اليد بالمنطق كذا مش هتستخدمه في جمله، لانه مش هتقدر تقول مثلا انا ادرس اللغه الانجليزيه بعد، مش معقوله. لكن تقول مثلا انت مثلا وعدت زملائك انك هتبدا تدرس اللغه الانجليزيه، فبتقول I haven't started English courses yet. أنا لسه ما بدأتش أدرس الدورات اللغة الإنجليزية بعد، لحد الآن لسه لم أبدأ. أو واحد يسألك يقول لك Have you started your English courses yet؟ ألم تبدأ دراسة الدورات بعد لحد الآن؟ إذا I haven't أو have you، فقط يأتي في السؤال والنفي، ما بيجيش في الجمل yet. طيب قلنا Has أحمد arrived yet؟ يعني ألم يصل أحمد بعد؟ No, he hasn't arrived yet. لا لم يصل بعد. حتى تلاحظوا المدرسين بيتركوا فرصة للطلاب إنهم يكتبوا على السبورة. بعدين يرجع يقول Have you finished writing yet؟ ألم تنتهون من الكتابة بعد؟ يعني ما انتهيتوش لحد الآن؟ فبيرد واحد من الطلاب الأذكياء يقول له Not yet. حتى ليس بعد. Not yet. ليس بعد. مثال آخر، يعني كل ما كثرنا الأمثلة كل ما اتضحت الصورة أكثر. Have you met؟ هي أصلها meet، والتصريف الثالث منها met. دائما هي تصريف ثالث، قلنا في الجملة والسؤال في النفي. Have you met؟ ألم تقابل the manager yet؟ ألم تقابل المديرة بعد؟ أنت لحد الآن لسه ما قابلتش المدير؟ يعني أنت إذا جيت حصلت واحد زميلك ومنتظر المدير، فبتقول له إيش بتسوي هنا؟ يقول لك والله منتظر المدير. I'm waiting for the manager or to meet the manager. فرحت أنت ساعتين ثلاثة ليه؟ Have you met the manager yet؟ ألم تقابل المدير لحد الآن؟ ما قابلتوش؟ No, I haven't met him yet. لا والله ما قابلتوش لحد الآن. طبعاً هذا التعبير مشهور جداً، يعني بنستخدمه. واحد يقول والله شوف أنا الموضوع عندي واضح ومش واضح، لا واضح بس أنت تقريباً محتاج إنك أنت تعرفه بالشكل، يعني زي ما نقول باللغه العربيه الفصحى او باللغه هو انا جبت لك حاولت اقرب لك اياها قدر الامكان. عندما كل ما مره تحب تقول انا لم انتهي بعد، الم ينتهي فلان بعد، الم يصل فلان من دوله كذا بعد، بتستخدم البريزنت بيرفكت. النوع الثالث وهو ياتي مع اوريدي. اوريدي هذه مشهوره حتى تلاحظهم تسمعهم في اللغه العربيه. اوريدي معناتها بيفور. ايش معناتها اوريدي؟ before، من قبل يعني مسبقا. طيب بس هنا اوريدي عادة فيها نوع من العنصر المفاجئة. يعني واحد يقول مش فاهم يعني مثلا انا دحين حاب ان انا اعرفك على احمد. انا ما اعرف انك انت واحمد تعرفوا بعض. ما عندي خلفية. فانا بجي اتكلم اعرف الاثنين. احمد I'd like to introduce، انا اود ان انا اقدم لك جون. أو أحمد أو علي، فهو أنت عرفت بعض، تقول لي يس أي هاف أوريدي ميت هيم، لقد تقابلنا مسبقا، لقد تقابلنا بيفور، من قبل، تقابلنا من قبل. واحد يقول برضه لا أعطيني مثال آخر. أنت بتستخدم البريزنت بيرفكت، قلنا ثلاثة الآن استخدامات اليوم. جبت لك هي الشيء اللي حصل للتو قبل قليل، ومع كلمة يت عندما تقول مثلا أنا لم أنتهي بعد، أو تسأل واحد ألم يصل فلان بعد، ألم تسافر بعد، ألم يصلح الطريق بعد، بتستخدم دائما
بريزنت بيرفكت وتحط معاها مثلا ين. قلنا الاستخدام الثالث كل ما انت بتستخدم الموضوع في نوع من عنصر المفاجاه. شوف المثال هنا What time are علي and احمد coming. واحد يسال متى هيوصل علي واحمد. يا اخي تاخروا. فانت حاب تقول له قد وصلوا من اول. وصلوا من اول. اول اللي هو اوريدي يعني وصلوا مسبقا. فتقول they have already arrived. هم وصلوا من اول وانت نايم في العسل. انتوا فاهمين ايش النقطه اللي حابب اوصل لكم اياها؟ دائما اوريدي عاده بتستخدم كعنصر مفاجاه. يعني في عندك تفاجئه. فمثلا يقول لك انت دخلت وقفلت الباب. هو مش عارف انك انت قفلت الباب. فتقول له excuse me, could you please just close the door? Could you please just close the door? ممكن بالله تقفل الباب. فهو يقول لك I have already closed it. قد اغلقته مسبقا. تلاحظ انه already فيها كده نوع من المفاجاه. انا ما كنتش عارف ان انت اغلقته. وانا ما كنتش اعرف ان فلان اتقابل مع فلان. فيقول لي I have already met him. وهنا ايضا ما كنتش عارف انه علي واحمد قد وصلوا. فبسال اقول متى هيوصلوا. فهو هذاك بيفاجئه ويقول له they have already arrived. تمام. فيعني عاده already بتستخدمها كل ما حبيت انك انت تفاجئ شخص او انه هو مش عارف. انت بتقول له انا سويته من اول وانت مش فاهم او انت نايم او انت مش واخد بالك. مثال اخر. واحد يقول واحد don't forget to phone Sam. لا تنسى تتصل بسام. انا ما اعرفش انك انت اتصلت فيه. فانت حاب ايه تفاجئني. فتقول لي قد اتصلت فيه. اتصلت فيه مسبقا يعني. بس انا ايه افاجئك. I have already phoned him. I have already phoned him. اذا كل ما حبيت انك انت تقول لواحد انا قد سويت الشيء هذا مسبقا. قد عملت قد شربت قد صلحت الموضوع. متى هتصلح لي التلفزيون؟ متى هتصلح لي سيارتي؟ I have already fixed it. واضح؟ فتكون مع البريزنت بيرفكت. اذا باختصار اعيد استخدامات بريزنت بيرفكت الثلاثه اليوم انا جمعتها رغم اني كنت حاب اسوي فيديو لكل مقطع ولكن وجدت انه لا داعي. وان شاء الله انا اثق فيكم ان انتم عندكم المقدره انكم تستوعبوا الدرس. باختصار كذا بكل بساطه البريزنت بيرفكت الثلاثه الاستخدامات الاولى كل ما حبيت تقول انا عملت هذا الشيء للتو. انا لسه عامل. انا لسه واكل. هم لسه مشوا. They have just gone. They have just fixed the cars. لسه مصلحين هم السياره. We have just مثلا watched the movie. لسه شفنا هذا الفيلم. دائما بتستخدم present perfect. النوع الثاني كل ما حبيت انك تقول الم ينتهون بعد. الم يصلون بعد. ألم تصلح التلفزيون؟ لحد الآن أنت لسه ما صلحتش التلفزيون. Have you fixed the TV yet? No, I haven't finished it or fixed it yet. ألم يصل فلان بعد؟ Has Abdullah arrived yet? No, he hasn't arrived yet. وصلت عند القطار فبتسأل Has the train arrived yet? Has the train arrived yet? ألم يصل القطار بعد؟ يرد عليك واحد يقول لك No, it hasn't arrived yet. لم يصل القطار بعد. يعني لم يصل لحد الآن. كل ما حبيت تستخدم هذه الأشياء ونستخدمها في لغتنا العربية بالذات يعني حتى لو جبناها بالعامية تكون أقرب. وكمان بدنا نستخدم في already كل ما حبيت تقول واحد بيطلب منك يقول لك أو بيسألك يقول لك هو متى هيوصل فلان فتقول له قد وصل أول. متى لا تنسى تصلح التلفزيون تقول له أنا قد أصلحته من أول مسبقا يعني. ودائما بتفاجئه يعني بيكون في نوع من عدم التوقع إنه هذا الشيء حصل. فيقول لك يا اخي متى هيفتحوا المول الجديد؟ They have already opened it. They have already opened it. يعني في نوع من المفاجأة. يا اخي قد فتحوه من اول وانت نايم في العسل. فهمتوني؟ اتمنى انه تكون استخدامات البريزنت بيرفكت الثلاثة اليوم اعطيتها حقها من الشرح. واعتقد الموضوع ليش انا طلبت منك انك انت تتخيل معي؟ الموضوع مش جمودية انك تاخذ قانون، لا الموضوع تحتاج انك تتخيل كيف بالعربي وتتخيل نفسك في موقف حوار وانت حاب تقول هذا الشيء، انا لسه واكل، انا لسه شفت فلان، انا عملت هذا الشيء مسبقا، الم تعملوا ذلك بعد؟ وزي كذا. اتمنى انه تستفيدوا من الدرس هذا بشكل كثير وتفهموه وهتلاحظوا هذا الكلام اللي انا شرحت لكم اياه. تشوفوا بالافلام الامريكيه. طبعا بعض الناس اللي بيتكلموا او بيتعاملوا مع امريكان بريطانيين او نيتف سبيكرز متحدثين فطريين بيستخدموا هذا تو ماتش كثيرا. اكيد اللي بيشاهدني وبيتعامل مع الاجانب بيفهم كلامي بيقول صحيح الان انا فهمت
يعني كنت بسمع لما يقول اوريدي، وبسمع يقول يات، وبسمع يقول جاست، ومش فاهم كان استخداماته. انا الان اعتقد ان شاء الله اكون ساعدتك وخدمتك فيها. ولا تنسوا الاشتراك واللايكات والتشير. ثانك يو فيري ماتش. والله خليتونا نتكلم عربي التشير. ثانك يو، سي يو، جود لك. Hello everybody, how are you? ما زلنا مع السلسلة الخاصة بتعلم الـ Present Perfect، المضارع التام. واليوم هنستخدم الاستخدام الرابع. أنا نزلت فيديوهين قبل كذا، اللي هو Present Perfect بشكل عام، والـ Present Perfect وذكرت فيه ثلاثة استخدامات، اللي هو يستخدم مع Just، مع Already، مع Yet. قلنا جست انه الشيء اللي حصل قبل شويه، واوريدي عندما تفاجئ شخص وتقول له انا عملت الشيء هذا مسبقا، واليت اللي هو دائما كنا نقول الم تنتهي بعد، لا لم انتهي بعد، تستخدم في السؤال والنفي. النوع الرابع اللي بنتكلم عليه اليوم في البريزنت بيرفكت هو انك تستخدم عاده مع ايفر. واحد بيقول هاف يو ايفر، هل عمرك في حياتك؟ عندما تتكلم على يعني شيء في حياتك كلها فتستخدم البريزنت بيرفكت. واحد يقول لي مش فاهم، هوضح لك. طبعا في فرق لما انت بتقول لواحد هاف يو ايفر بين، او هاف يو بين تو فرانس، ولما تقول له ديد يو جو تو فرانس. يعني واحد يقول ايش الفرق ما بين هاف يو بين تو فرانس وديد يو جو تو فرانس؟ Have you been to France؟ هل عمرك في حياتك كلها من أن ولد إلى هذه اللحظة هل عمرك رحت فرنسا؟ أنت بترد عليه مثلا Yes I have، ولا No I have not، I have never been مثلا، عمري ما رحت فرنسا. طيب و did you yourself مرات، إيش الفرق؟ أنت لما ترجمها هل ذهبت إلى فرنسا، وهذه did you go to France، هل ذهبت إلى فرنسا؟ طيب إذا إيش الفرق بينهم؟ لا، الفرق بينهم إنه هنا أنت بتذكر يعني did you متخصصة في yesterday، أمس، last week، قبل أسبوع، قبل شهر، قبل سنة، last year، last month. لكن have you been ولا have you ever been، هذه معناتها أنا بسألك إذا كان هذا خط حياتك، وهنا 2019 اللحظة اليوم، هنا أنت هنا، فأنا بسألك هل عمرك في حياتك كلها have you been to France، يعني هل عمرك في كل حياتك، مش في وقت محدد اللي هو امس او لاست ويك او لاست مانث، لا، انا سؤالي في حياتك كلها. اها يا سيد مراد، انت قصدك انه البريزنت بيرفكت النوع الرابع هذا كل ما حبينا نقول لواحد هل عمرك في حياتك عملت كذا، هل عمرك بالضبط. لكن الفرق بينها وبين الباست انه الباست بيسال في وقت محدد ويحدد، عاده تلاحظه Did you مثلا go to France last year أو in 1996 في عام، بيحدد يعني هو الباست سيمبل له تخصص حاد يعني محدد، إنه أنت بسألك على أمس، على قبل أسبوع، على قبل شهر، أو في عام كذا أو في كذا، يعني محدد في الباست سيمبل. أما الـ have you present perfect غير محدد، هذا يعني التصريح الاستخدام الرابع غير محدد. طب بس يعني للسفر؟ لا 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 لا، انا ممكن يعني اسالك اقول لك عمرك اكلت كافيار؟ الكافيار هذا والله انا ما هاف يو ايفر ايتن، يعني ممكن اقول لك هاف يو ايفر ايتن كافيار، اصلها ايت ايت ايتن تصريف ثالث، دائما احنا قلنا في البريزنت بيرفكت الفعل يكون في التصريف الثالث في الجمله والسؤال والنفي. طيب انا مثلا بشوف رجل واقول لك دو يو نو هيم؟ دو يو نو ذيس مان؟ Do you know؟ هل تعرف هذا الرجل؟ فأنت حتى تقول لي أنا عمري ما شفته، خلال حياتي كلها عمري ما شفت هذا الرجل، فايش تقول؟ I have never seen him. في حياتي كلها أنا ما شفتش هذا الرجل، يعني أنا يعني قلت لي أنت Do you know this man؟ هل تعرف هذا الرجل؟ فأنا نظرت إليه. No. I have never seen him. Seen تصريف ثالث من see so seen. I have never seen him before. عمري ما شفته قبل كده. واحد لما حد يسأل يقول لك أنت عمرك شفت فيلم تايتانيك؟ كيف يقول لك إياها؟ طبعا اللي هم باللغة العربية هيقول لك Did you see Titanic؟ وهذا خطأ. ليش يا أستاذ مراد؟
Did you انت بتسال على امس على وقت محدد قبل اسبوع قبل شهر مثلا امس جاء فيلم تايتانيك وانا شفته فقول لك did you see تايتانيك موفي اون ام بي سي شانل yesterday فقال نو اي didn't watch it اي didn't watch it لا والله ما شفتوش did you yes i watched it it was very nice لكن الفرق ما بين did you watch و have you watched هل عمرك في حياتك الحين ما بسالكش على امس هل عمرك في حياتك شفت فيلم تايتانيك؟ Have you ever seen or watched Titanic movie؟ عمرك شاهدت الفيلم هذا؟ Yes, it's amazing, it's very interesting, it's good, it's كذا كذا. يعني أنا عمري شفته في خلال حياتي أيوة شفته. لذلك حتى تلاحظ إنه بعضهم مثلا يقول واحد I have seen this woman before. واحد يقول أنا شفت المرأة هذه before قبل كده يعني في حياتي شوف ما بيحددش زمن ما بيحددش امس ولا اسبوع ولا ليش يصير ما بيحددش لان البريزنت بيرفكت ليس لتحديد الزمن اللي هو يسترداي لاست ويك طب ليش اللي متحد عشان تحدد يسترداي لاست ويك كده هتنتقل تخليه باست سيمبل يعني انت يا استاذ مراد بتقصد انه اذا اردت ان انا اتكلم على الماضي واحدد زمن استخدم الباست سيمبل اللي هو ابو ايدي ايوه ابو الايدي بتقول اي واتش ات اي فينيش اي سو اي تو فلان واقول يسترداي لاست ويك لاست مانث لكن اذا انا ما احدد واقول انا شفت هذا الرجل او انا اكلت في خلال حياتي بدون تحديد زمن فبستخدم بريزنت بيرفكت بالضبط هذا هو الصح فواحد بيقول اي هاف سين انا رايت هذه المراه بيفور مسبقا بات اي كانت ريمبر وير بس مش قادر اتذكر فين طبعا ليش ما قلناش اي سو يعني واحد يقول طب ليش ما قلتش اي سو زي ما قلت لك لو قال اي سو ذيس وومن مش هيقول بيفور هيقول اي سو ذيس وومن يسترداي ان ذا بارتي انا شفت هذه مره في الحفله اعتقد وضحت الصوره الناس يقولوا يعني ايوه صح انا الان حاب اعرف الفرق يعني ما بين الباست سيمبل وما بين البريزنت بيرفكت طبعا ان شاء الله انا احاول انزل لها مقطع الفرق بينهم عشان تتضح الصوره لانه هم كلاهما في الماضي لكن الباست سيمبل ماضي محدد والبريزنت بيرفكت ماضي غير محدد في حياتك كلها مثال ايضا عشان يعني يساعدك في فهم الموضوع واحد يقول هاز علي ايفر بين تو يو اس اي يعني عمره هل في عمره علي سافر الى الولايات المتحده هل سبق له في خلال حياته انه سافر الى الولايات المتحده واحد يقول واحد يس وانس يعني مره في خلال حياته كلها نفرض ان هذه حياته وانس يعني مره او توايس مرتين او ثري تايمز يعني انا الحين لما بكلمك ثري تايمز فور تايمز يعني خلال حياتك كم مره فتقول والله انا اي هاف بين تو فرانس ثري تايمز انا سافرت لفرنسا خلال حياتي كلها ثلاث مرات واحد يقول يعني باختصار انه يا انت استاذ مراد بتقصد انه البريزنت بيرفكت الاستخدام الرابع تبع اليوم عندما انت تحب تتكلم على حياتك بدون تحديد زمن محدد يعني في الماضي ما بتذكرش مثلا في عام 1991 ولا في yesterday ولا last week ولا last month انت بتذكر ايش اللي سويته في خلال حياتك ممتاز بالضبط عفارم عليك وهي هذه النقطه عندما انت حتى ايضا يعني من الاخطاء الشائعه واللي انا بشوفها انا طبعا انا بقابل يعني موظفين بيجوا يقدموا وبنسالهم يعني فين اشتغلت قبل كده؟ فهو اذا رد وقال لي اي وركت تمام خطا ليش؟ اذا هو بيتكلم على حياته كامله بدون ما يذكر تواريخ لازم يستخدم present perfect يعني مثلا هو هيجي يقول لي مثلا I worked at كذا كذا company تمام last year كذا صح حدد last year لكن لو هو حد بيقول لي انا I worked in many companies غلط لانه جالس يتكلم على حياته انا يعني سبق لي انا اشتغلت في عده شركات المفروض يقول I have worked at many companies I have worked at كذا كذا ويذكر اسم الشركه كذا كذا company I have worked كذا كذا طب فين سافرت؟ I have been to many different countries والله سافرت لعدة دول مختلفة شوف I have been ما قالش I traveled ولا I visited ولا I went واحد يقول لي ليش؟
لازم لو قال اي وينت يذكر التاريخ. تضرب لي مثال يا سمراء. شوف الان انا هقول لك ان انا سافرت عده دول وسافرت لفرنسا وكذا كذا بدون ما احدد التاريخ وهستخدم بريزنت بيرفكت. اسمعني. I have been to many different countries. I have been to France. I have been to USA. I have been to Lebanon. I have been to Thailand. طيب الان هذكر لك التواريخ وما هستخدم بريزنت بيرفكت. For example, على سبيل المثال, I traveled to Lebanon last year. شوف انا استخدمت الماضي الان عشان حبيت احط لك last year. I visited USA in 2015 في عام 2015. I have traveled, انا سافرت to many beautiful places. انا سافرت لعدة اماكن جميلة بس في خلال حياتي بدون ما اذكر التاريخ. باختصار الموضوع انه present perfect المضارع التام رقم 4 هو كل ما حبيت انك تسال واحد هل عمرك في حياتك، هل عمره في حياته اكل شرب، يعني انا لو حبيت اقول لك هل عمرك اكلت، have you ever eaten، هل عمرها زارت، has she ever visited او seen، هل عمرك شفت الفيلم الفلاني، هل وانت حتى كل ما حبيت تتكلم عن حياتك بدون ما تذكر تواريخ محدده تقول I have been to many different countries, I have worked, انا اشتغلت في عده شركات، انا قرات عده كتب، I have read many books. طيب اذا حبيت ان انا احدد اقول I read, انا قرات a beautiful or nice book yesterday. انا احاول ان شاء الله برضو انزل مقطع الفرق ما بين present perfect والpast simple عشان تتضح الرؤيه اكثر. اهم شيء اليوم يكفينا انك تعرف انه لما حد يقول لك have you ever, هل عمرك في حياتك؟ ما تروحش تقول له ايوه يعني سؤالك على امس ولا لا، وبيسالك هل عمرك في حياتك؟ وهنا طبعا في خلط كثير، طلاب ما بيفهموا الدرس هذا فبيخلطوا فيه. خليته درس كامل انا ان شاء الله تستوعبوه. لا تنسوا الاشتراك، واذا عندكم اي اسئله في التعليقات انا مستعد، وانا تقريبا بشاهد كل التعليقات. الاشتراك وشيروا وجود لك. ثانك يو، سي يو. Hello everybody. مرحبا بكم جميعا الى الدرس الخامس لاستخدامات البريزنت بيرفكت المضارع التام. انا انزلت قبل كده في السلسله الخاصه باستخدامات المضارع التام اللي هو البريزنت بيرفكت، وانزلت الفيديو الاول وتكلمت عن البريزنت بيرفكت بشكل عام، وانزلت الفيديو الثاني وذكرت ثلاثه استخدامات للبريزنت بيرفكت وقلت انه ممكن يستخدم مع جاست، مع اوريدي ومع يت، وانزلت فيديو ثالث وقلت انه يعني ممكن تستخدم present perfect مع ever اللي هو هل عمرك في حياتك، او عندما تتكلم انك عملت اشياء خلال حياتك بدون ما تحدد زمن فتقول I have been to many different countries, I have traveled, I have كذا كذا. النوع الخامس لل present perfect وهو انك انت بتجيب have been وتجيب بعدها noun adjective ثم ياتي بعدهم الفور او السينس. واحد يقول لي طب ما انت في المقطع اللي قبل جبت هاف بين، يعني هاف يو ايفر بين؟ لا هذاك يعني بمعنى ذهبت او عملت، لكن هنا لما تيجي مع فور وسينس فانت بتتكلم على البيريود. ما معنى البيريود؟ معناتها الفتره او المده. يعني واحد يقول معلش كذا حبه حبه نفهم الموضوع. النوع الخامس من اليوزز من استخدامات البريزنت بيرفكت رقم خمسه عندما انت بتقول اي هاف بين وتجيب بعدها ناون يعني اسم اللي هو دكتور، تيتشر، لندن، او تجيب صفه ادجكتيف مثل مريض، غني، تعبان، وتجيب بعدهم فور سينس. واحد يقول يعني كيف يعني؟ يعني مثلا انت كل ما حبيت تقول انا صار لي انا وبقالي او انا قد لي تمام في السعوديه او في مصر او في الولايات المتحده انا صار لي 20 سنه او 7 سنوات او منذ عام 1900 كذا او منذ الحرب العالميه او تمام؟ فيش حد باقي الحرب العالميه الا تقريبا باقي الحرب العالميه الثانيه. طيب مثال هنا I have been in London for 6 years. شوفوا هنا ال have been غير الدرس السابق اللي هو have been to لندن، انا سبق وان رحت لندن. هنا I have been
إن لندن، أنا صار لي في لندن 6 سنوات. واحد يقول طيب كيف الفرق أفرق بينهم؟ هم عندك الفور والسنس، أنا قلت لك يعني تلاحظ إنه واضحة إنه الهاف والبين يجي بعدها أنا وأنا وجكتيف ومعاها فور أو سنس. الموضوع ببساطة أنت بتتكلم على البيريود عشان تقول أنا صار لي، أنا بقالي، فبتقول دائما I have been in London, in Turkey، أنا صار لي في تركيا، I've been in Lebanon، أنا قاعدية في لبنان، وتقول for 6 سنوات أو since 1998. مثال آخر، واحد بيقول she has been sick. sick هذه هي صفة، هي صار لها مريضة أو بقالها مريضة أو جدها مريضة for a long time، لوقت طويل وهي مريضة. إذا أنا استخدمت has been مع for و since ممكن منذ عام 2007 وهي مريضة، since 2007 الله يشفيها إن شاء الله. تمام؟ she has been يعني معناته هي بقالها أو صار لها. طيب السؤال من هذا الموضوع، صحيح انك انت ممكن تعكس فتقول have you, has she been، بس المشهور هو عادة how long have you been. ليش يا استاذ؟ احنا قلنا انه have been اللي تيجي بعد noun adjective تيجي مع for since، نتكلم على period على الفترة. السؤال المتخصص عادة بالسؤال عن الفترة عن period هو how long، دائما معروف. يعني انت مثلا واحد راح لندن فحبيت تسأله أنت كم قعدت في لندن، فتقول له How long did you stay in London؟ أنت بتسأل على المدة، How long did you stay in London؟ صح؟ إذا بتسأل على الفترة، How long متخصصة للسؤال عن الفترة. طيب هذاك راح لندن وخلاص ورجع، لكن هذا ما زال جالس في لندن، ما زال لحد هذه اللحظة. يعني السؤال الأول اللي سألته قبل شوية How long did you stay in London؟ يعني واحد راح جلس في لندن أسبوعين شهر ورجع، فأنت بتقول له How long did you؟ استخدم الماضي. لكن إذا الشخص ما زال مستمر، مدرس ما زال في لندن، فأنت حاب تسألني أنا ما زلت أدرس اللغة الإنجليزية، وتسألني تقول لي How long have you been مثلا a teacher؟ كم لك أنت مدرس؟ يعني أستاذ مراد شرط إنه أنا ما زلت أدرس؟ أي لازم الفعل يكون مستمر، إن أنا ما زلت أنا بدرس في حياتي. طب لو توقفت عن التدريس واخترت مهنة أخرى هترجع للماضي، فيقول واحد أنت كم درست إنجليزي؟ How long did you teach English؟ أو How long have you been؟ يعني موضوع آخر تدخل فيه. فأنا هقول I have been a teacher، أنا صار لي مدرس for 17 years أو since 1996. واضح؟ إذا النوع الخامس باختصار كذا كل ما أنت تحب تذكر الفترة. يعني انت تقول انا والله صار لي في الدوله الفلانيه، انا صار لي شغال في المكان الفلاني منذ عام 2005، يعني الى الان تقريبا for 15 years 15 سنه. اذا كل ما حبيت تقول I have been وتجيب بعدها noun او adjective، noun او adjective. فطبعا الفعل، لا الفعل هذا درس اخر هجيبه انا ان شاء الله، واسمه present perfect continuous. فهي ليش اقول لك الامور يعني متداخله شويه عند بعض الطلاب، انه هذه الامور كلها كانوا يدرسوها كلها في درس واحد، فاحنا نفكفكها، احنا الحين خذوا بالكم من الموضوع باختصار. اخذنا البريزنت بيرفكت بشكل عام، اخذنا انه يستخدم مع جاست اوريد ويت هذا درس، واخذنا ايضا مع ايفا هل امرك في حياتك، وانا سبق في حياتي انا عملت وعملت. وهنا بتتكلم على الفتره، كل ما حبيت تقول انا صار لي او هو صار له. انا بكلمك مثلا عن اختي، She has been in Saudi Arabia، هي صار لها في المملكة العربية السعودية for 5 years، لمدة 5 سنوات. She has been a teacher، هي صار لها مدرسة أو دكتورة. She has been a doctor for 3 years، هي صار لها دكتورة منذ 3 سنوات. طبعا أنا بحذر من الأخطاء اللي هنا. شوف عشان تتضح الدرس هذا أكثر، تعال نشوف الأخطاء اللي يقع فيها الناس. واحد يقول I am married for 3 years، هذا خطأ. واحد يقول الله 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 الله، خطأ ليه؟ أنت الآن يحق لك إنك تقول I am married، أنا متزوج. متفقين؟ أنت يحق لك تقول كذا. لكن هتدخل في الفور والسنس في زمن المضارع؟ لا. لازم إنك تحولها إلى I have been married، أنا صار لي متزوج. واحد يقول لي لحظة 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 لحظة،
عيد عيد هعيد. انت حق لك تقول انا دكتور، I am a doctor، I am a teacher، I am married، حق لك بدون ما تذكر four since. لو ذكرت four since هتتحول من I am married، I am a doctor، I am الى I have been. ليش؟ لانه الفور معناتها لمدة والسينس معناتها منذ. فانت زي كأنك تقول انا صار لي متزوج منذ عام كذا. طيب ما في اللغة العربية حنقدر نقول، في اللغة العربية يصلح، في اللغة الانجليزية ما يصلحش تقول I am married for، لانه الفور ولا السينس لازم تيجي مع الهاف بين او الهاز بين. واضحة الامور؟ يعني انت كل ما حبيت انك تقول كم لك يعني متزوج، حتى لو حبيت تسأل واحد ما تقدرش تقول له How long are you married؟ غلط. How long are you married؟ How long are you in London؟ How long are you in Egypt؟ خطأ. How long have you been؟ كده السؤال ماشي معروف. How long have you been؟ How long have you been a doctor؟ How long have you been a teacher؟ How long have you been in my office؟ كم لك وانت في مكتبي؟ منذ متى وانت في مكتبي؟ وعلى هذا الحال فتصير I have been a teacher وليست I am a teacher for 17 years او since كذا. واحد يقول انا تقريبا الخلاصه اللي فهمتها يا استاذ مراد انه الهاف بين معناتها انا بقالي انا صار لي، صحيح، واجيب بعدها ناون وادجكتيف، صحيح. الفعل انت قلتها تشرح في درس اخر، صحيح، اسمه المضارع التام المستمر present perfect continuous. وانت قلت انه دائما تيجي مع فور وسينس، صحيح. اصلا انت اذا جبت الجمله اي هاف بين وجبت مثلا ا تيشر وما قلتش فور وسينس، جملة كده ناقصة، كأنه واحد بيقول أنا صار لي مدرس وسكت، أنا صار لي مريض وسكت، هو صار له في السيارة ويسكت، كده الجملة مش مفهومة. فلا بد أن تقول هو صار له في وبقاله في السيارة منذ الساعة السادسة. شوف she is in the car since 6، خطأ، هتكون she has been، هي صار لها. ليش يا أستاذ؟ عشان أنت ذكرت since، فالسينس تيجي مع has been. إذا حبيت تقول هو صار له منذ أو لمدة لازم تقول has been أو have been. ها أستاذ مراد ده قصدك؟ أي كل ما أذكر الفترة بالضبط. وإذا حبيت أسأل دائما أقول how long have you been؟ how long has she been؟ how long has he been؟ كم له؟ كم لها؟ طيب في الماضي؟ لا، الماضي how long did you؟ خلاص الموضوع انتهى، لكن إحنا بنتكلم على شيء ما زال بيحصل. كم لك يا أستاذ مراد وأنت بتدرس؟ وانا فعلا ما زلت ادرس، فارد عليك اقول لك I have been a teacher for 20 years، for 17 years، for 18 years، او اقول لك since كذا، واحد يقول لي بالضبط. ايش الفرق ما بين for و since؟ باختصار كذا عشان ما اطول عليك الموضوع ادخلك في متاهات. since انت بتجيب متى بدات تعمل هذا العمل، يعني بديت ادرس مثلا من عام 1996 اقول لك since 1996. خلاص هذه البدايه. طيب الفور، الفور اعد كم عدد السنوات من عام 1996 الى حد السنه هذه، طلعت 16 17 فبقول فور 17 فور 18 فور 20 years. اذا السنس بدايه المده وفور مجمل المده. اتمنى ان يكون الدرس اليوم كذا بسيط، هو سهل جدا، بس انت يعني لازم تعرف هذا الدرس لانه كثير وهم في مقابلات العمل او في الاشياء هذه فبيغلط فيها. واحد يسأل يقول لك How long have you been here in the United States? I've been here for a long time. I think I've been here for about 6 years or 10 years since 2008. منذ عام كذا كذا. I've been. وليست been. العرب دائما بيقولوها I have been. هي been. I have been. وليست been. اوكي؟ أتمنى أن يكون الدرس اليوم استوعبتوه، الاستخدام الخامس للبريزنت بيرفكت. ولا تنسوا تطبقوه، ولما تتكلموا انجليزي بصراحه البريزنت بيرفكت، عشان كده انا اتكلمت مسبقا، اللي بيستخدم انواع البريزنت بيرفكت بشكل صحيح والبريزنت بيرفكت دائما بيعكس للناس ان لغتك كويسه. يعني نحن كمقيمين او اللي بيقابلوك الانترفيور اللي قابلوك او الناس اللي بيتحدثوا معاك اللغه الانجليزيه لما بيسمعوك بتستخدم البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت بشكل كويس بيعرفوا ان لغتك جيده او مستواك جيد. هذه من احد علامات تقييم الطلاب في التحدث انه او في الكتابه، طبعا حتى لو كتبتها في الرايتنج انه انت كويس في اللغه ودارس بشكل كويس. ولذلك يتم تقييم البريزنت بيرفكت هذا للمرحله ما بعد المبتدئه، يعني مرحله متوسطه نقدر نقول. اتمنى ان تكونوا استفدتوا من درس اليوم، واي تعليق او اي حاجه انا بقرا كل التعليقات. لا تنسوا الاشتراك
وتشيروا، اجعلوا الاخرين يستفيدوا وتكسبوا يعني حسنات انكم تشيروا الاخرين يستفيدوا منهم. Thank you very much. Good luck. See you soon.